إلى سوريا فخربت سوريا ودعمت السعودية في عدوانها على اليمن وحكمت, حك وحكمت أو حمت حكام البحرين في قمعهم لشعبهم وخربت من خلال بصماتها عندما دخلت في داخل الربيع العربي الذي أريد له أن يكون تحررا فخربوا ما خربوا باسمه ومن خلاله، كل هذا من أجل حماية إسرائيل، كل هذا من أجل إبقاء الاحتلال لفلسطين